عناوينه مختلفة في الثقافة والفلسفة والعلم والأدب وقصص الأطفال، تضمنها معرض الكتاب الذي احتضنه المركز الثقافي بحمص في صالة المعارض، ويستمر على مدى 20 يوما، متضمنا عرض حسم بقيمة 60%. طبعا نحن معرض كتاب وزارة الثقافة من 10 آذار لنهاية شهر آذار، الحسم 60% على الكتب. الكتب ثقافية متنوعة، كتب علمية، أدبية، اقتصاد، تراث، قصص أطفال، مجلات. أكيد هو معرض مهم يعني، وخاص نص بالنسبة نحن أنا كشباب يعني. حلو أنه لهلأ هذا المعرض مستمر وكل الظروف اللي عم نمر فيها، في تنوع كتير بالكتب، في حسم كتير كبير بالأسعار. المعرض هو على الدوام، عم يوفر كتب بالمسرح والسينما والأدب والدراسات الأدبية والنقدية. المعرض كتير كتير حلو، وكان فيه عناوين مميزة، وكان عندي نقص مجموعة كتب لقيتها هلأ هوني، وكتب كلياتها بكل المجالات وكل المواضيع وأسعار كتير حلوة. ويؤكد رواد المعرض على القيمة المعنوية للكتاب الورقي لما له من متعة خاصة في القراءة ورائحة الورق ورونقها الخاص بالنسبة لمحبي القراءة. الفترة الماضية نحن ابتعدنا عن الكتب، لجأنا لأكثر شيء للإلكترونيات. بهذا المعرض رجعتنا للقراءة الورقية المريحة، لمتعة الكتاب، لريحة الورق الحلوة. ميز الكتاب الورقي بمتعة القراءة بعيدا عن البي دي اف والموبايلات، وطبعا في توجيه هون كانت الكتب كلها ذات قيمة. ما كان الكتاب الإلكتروني سهل الوصول، بيضل الكتاب الورقي له متعة خاصة، انك تمسك الكتاب تقلب صفحاته بين دياتك، بأي لحظة فيك تحطه على جنب ترجع له، في صداقة، في حميمية بينك وبين الكتاب الورقي. كتاب نعم الأنيس، ساعة الوحدة، نعم المعرفة، ببلاد الغربة، ناطق ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء. يشكل المعرض مساحة واسعة لمحبي الكتاب الورقي والراغبين بإغناء مكتباتهم الخاصة، كما يجمع عشاق القراءة من جميع الأعمار. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.